اختي كانت مصاحبه كانوا مصاحبين ابخي كان هو فيها كانوا مجادو مع الدار تو كان باغي يخطبها داكوغ تما فين خرج ابخي ما تفرقوا خرج بداك التصريح جو سي با شي وي لاف بيز جو بونس وقال له واش حسيت باغي تزوج قال لهم اه قال له شكون اللي فهمنا قال لهم سي ما سوغ ابخي طراو مشاكل ما بقاش اونسون تفرقوا اختي كاب هي بنت مكناس ومشات كتخدم في كازا دونك فاش مشات كتخدم في كازا ولا هو كيعاود يشوفها ايتو يعني ولاو كيهضروا ابخي واحد المره عاوتاني تفرقوا بور دو بيان نوض نتسكر واجي عندها في الدار وهرس عليها الباب وهي كان مع دو في هرس عليها الباب وهرس ليهم الدار البيبان تاع الدار الما عليتو ودخل عليها لبيتها وبقى كيضربها فاش ما بغاتش بقى كيضربها زنقات ليها عينيها وصحتها وهادي اول حاجه دارها ابخي ولا كيهددها بالتصاور ديالو هو وياها كيقول ليها الا ما صرفتي ليش فلوس راه غادي نبقى غنصيفط هاد التصاور لباباك انا بابا متدين دونك خافت من بابا وبابا مريض دونك الا وصلت شي حاجه يقدر يموت فيها دونك خافت دونك قالت لي كل شهر كتصيفط ليه من 600 حتى ل 1000 درهم بارفوا بلوس باش كيبقى يسول عليها وكيبقى يدد فيها غنجي غنضربك غندير لك ونرفع عليك حتي واحد لقيت عيات ما بقاش كتجاوبو غنصيفط الدراري اللي غادي توتا وقال ليك راه غادي يعذبك في حياتك ابخي تو سا ابخي محيت هاد التليفون يدو بقى كيهددها عاوتاني بالفلوس كيقولها عندي تليفون كامل دونك خرج دي زانفورماسيون بلوس لي فوتو دونك بقى كيهددها اختي ما قالت لينا حنا والو وصلت واحد الوقيته اللي هي اللي ما بقات ولات حنا كتطلب لينا الفلوس باش تعطيه هو حيت هو خاصو فلوس دونك ولا كيطلب ليها بلوس كو سي 600 درهم ولا 1000 درهم دونك اختي عيات شنو دارت نهار تبدلات النيميرو ديالها ومبقاتش كتجاوبو ابخي هاد الويكاند هي مشات لطونجي باش تشوف صحاباتها هيدو هو داخل فوق كونت بيس كختي كان عندها كونت في 8000 بيغسون دونك كان عندها بوبليك دونك داخل فوق كونت كيبركك فاش شافها ولا جو سي با شتاكي وين اللي كيدير ونوض سوني عليها بقيت هددها قولها غادي نفعل ابخي سوني عليا انا بقى عندي لابي سوني عليا وقال لي كلمي لي باباك فاش قلت ليه نو ما كلمليكش بابا بقى كيسبني انت يا بنت كذا انت بنت كذا المهم كلام اللي طاح لي ما قدرش نقولو ليك وبقى يخسر عليا الهضره ابخي قال لي غادي فاش غندير فيها شي مصيبه ولا غنقتلها غادي عاد تما تقرجيو بالمحاكم دونك اللي في خيلكم ركبو العالي في خيلكم ركبو يعني السيد ما خايفش من داكشي اللي كيدير ابخي هادشي كامل هضرات معاه ماما وسيتو بلا ولدي بعد على بنتي وهادي وقال لها صافي خالتي وانا راه كنبغي بنتك وداك التخربيق ابخي قطع معاها لابي حط لها فوطو دونك شنو دار ضربها هددها فلوس بقى كيقول لها انني نشرت صورك وفوق هادشي كامل كان ديك المره فاش دخل عندها بقى كيحاول